الماتشا من المشروبات السحرية المضادة للشيخوخة، وهي سر من أسرار اليابانيين من 800 سنة. كانوا يشربون أثناء عملية التأمل فيساعدهم على التركيز وصفاء الذهن. فالشاي الأخضر العادي وشاي الماتشا مستخرجين من نفس النبتة الكاميليا، ولكن الاختلاف في طريقة الزراعة والحصاد. فالماتشا تتم زراعتها من خلال تضليل أوراق الشاي الأخضر، بالتالي يزداد إفراز الكلوروفيل في أوراقها، وهذا اللي يعطي الماتشا اللون الأخضر الزاهي. وكوب واحد من الماتشا يعادل 10 أكواب من الشاي الأخضر التقليدي، فهو يحتوي على 137 ضعف من مضادات الأكسدة القوية الكاتيكينز اللي تمنع شيخوخة الخلايا وتساعد في تجديد خلايا الجسم. ومن أهم فوائد الماتشا يزود صفاء الذهن ويحسن عمل الدماغ ويساعد على خسارة الوزن الزائد لأنه يزيد من معدل الحرق في الجسم. وسلامتكم.